صباح الخير. بس مبين صباحك تعبان زيادة. صباح النور سهر، كيفك؟ ماني جاي لطقحنك محمد، المعلم خليل هون؟ لا والله مو هون، راح تضيع. والله؟ المهم شو كنت بدي أقول؟ بيلتقى معك صرافة؟ لا والله لسه لهلأ ما استفتحنا. ايه منيح سهر. ليكي المرة الماضية ما حكينا، في شغلات تانية ما خلتنا نحكي مطولا، بس انتي على طول ببالي. بس انا ماني شايفة هالشي محمد. ليكي انا ماني واحد رومانسي ماشي، وما كتير بفهم بشغلات الرومانسية، او بالاحرى ما بتزبط معي، بس عم فكر فيكي دايما. عم تفكر فيني؟ انا صدقتك. ايه لازم. وانت كمان تعلم. شو؟ مو انت قلت لي ما بتفهم بهالشغلات وحتى ما بتزبط معك؟ اتعلم وتعال. ولك لا تجننيني يا بنت. الله يعافيك ويشفيك فياض بيك. اسمعيني، ما تخلي هالكلب يقرب منك والا بخليه ينط ما يحط. شو رح تعمل؟ فيك تطلع وتقول له بعيد عن البنت اللي انا بحبها؟ اصلا ما فيك تعمل شيء. انت ما فيك تعمل شيء طالما هالمحبس محطوط بايدك فياض بيك. المسا بعرف شو احكي معك. سامي قل لي هلا انت من شوي شو حكيت معي؟ قعد لي اياهم لشوف، حابه اسمعهم كمان. معناتها أنت عم تتعلم يا محمد. يعني فينا نقول هذا اسمه قانون الحب. أنا بسرعة بتعلم إذا أنت كنتي بتحكي معي مثل الأول. يعني سهر، أنت الوحيدة يلي قدراني ترجع البسمة لوشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.